بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم حبايب الطلاب في تدريبات على مراجعة اسم الفاعل وعمله. أول سؤال بيقول لي استخرج اسم أسماء الفاعل وعين المعمول في كل من عين معمول كل منها فيما يأتي. يعني هو عايز حاجتين، عايز اسم الفاعل والمعمول. ساعات بيبقى عايز حاجة ثالثة سبب العمل، لكن هو مش طالبها هنا، هو عايز بس المعمول. وزي ما قلنا 100 مرة ورجعت لك وقلت لك إن المعمول هو الاسم اللي بيجي بعد اسم الفاعل، مش بس كده، بشرط إنه يكون إعرابه مفعول به أو فاعل. وأسهل طريقة لإعراب المعمول إن أنا أحول الجملة بتاعت اسم الفاعل لجملة فعلية زي ما قلنا قبل كده، تمام يا شباب؟ طيب، بيقول لي هنا أول حاجة القائل الحق شجاع. أول نقطة قلنا نعمل إيه؟ نحول الجملة إلى إيه؟ ها؟ الذي يقول الحق شجاع. انا كده عملت ايه؟ حولت القائل ليقول، صح؟ اهي بدل ما اقول القائل الحق شجاع قلت الذي، بس عشان تسند الجمله والجمله تمشي، الذي يقول الحق شجاع. خلاص، فين المعمول بقى؟ ما هو احنا هنا دلوقتي عايزين نطلع ايه؟ كام حاجه، اسم الفاعل والمعمول واعراب المعمول، تمام كده، عشان نعرف الاعراب ايه. طيب يا سيدي، بقى اسم الفاعل فين المعمول؟ الحق. الاول اسم الفاعل الحق، القائل عفوا، اسم الفاعل اللي هو القائل اللي هي الجمله الكلمه ديت. طب والمعمول يا استاذ؟ المعمول اللي هو الكلمه اللي وراه اللي هي الحق. ليه؟ لانها تعرف، تنفع تعرب هنا ايه؟ ها، مفعول به، يقول هو الحق، تمام. طب قال تعالى والنخل والزرع مختلفا اكله. بص، لو حتى ما انتش لسه فاهم اصبر معايا، بتكرار الاسئله هتفهم قصدي ايه. مش لازم نفهم من اول مثال، ممكن في ثالث مثال تقول انا كده فهمت يا استاذ قصدك ايه، فاصبر بس ما تطول بالك يعني. طب واللي قال تعالى والنخل والزرع مختلفا الوانه اكله. طب هنا مختلفا احولها لايه؟ ها، لجمله فعليه. ها، والنخل والزرع يختلف الوانه، في غير القران طبعا، يعني عشان ما نبقاش بنغير في القران، يختلف الوانه. يبقى هنا فين اسم الفاعل؟ مختلف. طب المعمول بتاعه مين؟ الوانه. طب اكله عفوا، عفوا، هي اكله، معلش اصل هي في ايه ثانيه فهي ايه داخله في بعضها شويه، معلش. يبقى هنا ايه؟ ها، اكله. يبقى هنا فين يبقى كلمة ايه؟ ها، اكله ديت هي الايه؟ المعمول. طب اعرابها ايه بقى؟ اعرابها فاعل، تمام كده. يبقى اسم الفاعل تاني مختلفا والمعمول بتاعه اكله والاعراب بتاعه فاعل، لان مين اللي بيختلف؟ الاكل، الاكل ده هو اللي بيختلف، تمام؟ طب نروح للتالتة، جايز تفهم في التالتة. قال تعالى فلعلك باخع، باخع يا ولاد، باخع يعني قاتل، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول سيدنا محمد يا محمد لا تقتل نفسك وتذهبها حسرات عليهم يعني. طب هنا ايه؟ يبخع نفسه، يبخع هو نفسه. يبقى اسم الفاعل مين؟ باخع. حتى لو مش فاهم معناها بص اهو، يبخع اللي هو مين؟ نفسك. طب بالله عليك، يبخع هو نفسه اي قاتل هو نفسه، يبقى ايه؟ تمام، مفعول به، صح كده، مفعول به طبعا، تمام يا شباب. طيب أقام، أفاهم أخوك الدرس؟ يا ترى أخوك ذكي كده وبيفهم زي كده؟ أفاهم أخوك الدرس؟ تعال نشوف هيعمل إيه. ها، نحولها الأول، أيفهم أخوك الدرس؟ صح؟ يبقى فين اسم الفاعل؟ هنا على فكرة بقى هتلاقي فيه معمولين، عشان كده أظهر لك كلها على بعضها. أولا اسم الفاعل هو فاهم، في أخوك وفي الدرس. طيب يفهم أخوك الدرس، أخوك يفهم أخوك، يبقى فاعل، تمام. يبقى كلمة أخوك نعربها إيه يا شباب؟ فاعل. طب وكلمة الدرس نعربها إيه؟ مظبوط، مفعول به. يبقى إذن هنا اسم الفاعل فاهم رفع الفاعل أخوك ونصب المفعول اللي هو الإيه؟ الدرس. وفي الباقي طبعا فوق، طالما دي مفعول به يبقى رفع فاعل مستتر، طالما دي مفعول به يبقى رفع فاعل مستتر، إنما دي كانت الفاعل بتاعها معاها. نحترم المؤدي واجبه، اظن انت دلوقتي كده حولها لجمله فعليه الاول، هتقول ايه؟ نحترم الذي يؤدي واجبه. يبقى واجبه نعربها ايه؟ مفعول به. يبقى نشوف كده، ها، يبقى اسم الفاعل المؤدي من مضمون مكسور ما قبل الاخر، المعمول بتاعه واجبه واعرابه مفعول به، وطبعا اكيد رفع فاعل مستتر، طالما نصب مفعول به يبقى رفع فاعل ايه؟ مستتر. طب ذهبت الى المدرسه راكبا دراجتي، ها، ذهبت الى المدرسه، ها، أركب دراجتي. يبقى دراجتي نعربها إيه؟ نعربها مفعول به. يبقى راكبا، راكبا هي الاسم الفاعل أهي، راكبا، والمعمول بتاعه دراجتي والإعراب مفعول به. بيقول إذا كنت في كل الذنوب معاتبا، صديقك لم تلقى الذي لا تعاتب. أحولها الجملة فعلية الأول، ها، تعاتب صديقك. يبقى فين اسم الفاعل؟ معاتب، ما هو من مضموم مكسور ما قبل الآخر، المعمول بتاعه صديقك، إعرابه مفعول به. شفتوا اولاد الجدول عامل ازاي؟ كل اللي بعمله ايه؟ بقلب الجمله الفعليه وبشوف الكلمه اللي وراها فاعل ولا مفعول به. اظن يا جماعه مفيش ابسط واسهل من كده، بس تشجع انت بس كده واهجم على الجمله، هتلاقي الجمله استكانت لك وبقت ضعيفه خالص وسهله خالص ان شاء الله طبعا.
السؤال به بقى بيقول لي ضع مكان الفعل المضارع فيه ما يلي اسم فاعل وحدد معموله ان وجد. يعني هو المره دي بقى بيقيس عندي القدره على زي ما نقول ايه بقى صياغه اسم الفاعل والمعمول برضو بتاعنا عشان نضربك على المعمول اكتر واكتر. طيب بيقول لي المسلم الحق يأمر، ما هي دي بقى وينهى صح؟ يعني نحول واحد منهم او الاثنين. تعال نشوف يا سيدي لما نحولها تبقى ايه، المسلم الحق آمر بالمعروف ناهن او ناهي، الاثنين صح يا ولاد، ناهن او ناهي عن المنكر. طب فين هنا المعمول بقى، فين المعمول هنا؟ بص يا سيدي المعمول اهو، ها معمول مستتر صح كده، لان جه وراه شبه جمله. بص يعني جه ورا اسم المفعول ورا اسم الفاعل في المرتين، بالمعروف جر ومجرور، وعن المنكر جر ومجرور، واحنا اتفقنا اتفاق. ها قرب ودنك كويس كده عشان اصرخ فيها واقول لك ان المعمول ما بيجيش جر ومجرور، المعمول لازم يجي اسم ورا اسم الفاعل. يبقى هنا ما تقوليش لا الحق ولا المسلم قبلها بقى، تبقى تقول لي ايه هنا، فين المعمول؟ رفع فاعلا مستترا. ان الله يعلم غيب السماوات والارض، طبعا ما تحويلها هيبقى ايه، ان الله، ها ان الله عالم، ايوه عالم غيب السماوات والارض. طب فين المعمول؟ ها سهله قوي دي بقى، غيب صح كده، كلمه غيب هو كان عايز المعمول بس، هنا الغيب واقول له هنا ايه مفعول به، تمام مفعول به، يعلم غيب مفعول به، هو مش عايز اعرابه بس هو عايز المعمول بس، يقول لك احدد المعمول ان وجد. وبعدين ايريد الاناني المساعده وهو يؤثر نفسه بكل خير، طبعا هنا في جملتين، بص كده الجمله الاولانيه امريد الاناني المساعده، فين بقى المعمول بتاعها؟ المساعد الاناني مش كده، المساعده ليه؟ مريد اسم فاعل رفع فاعل هو الاناني ونصب ايه شباب مفعول به، ما هنا احنا قلنا اسم الفاعل قد يرفع فاعل بس ويكتفي به شكرا، وقد كمان ينصب ايه مفعول به. وملاحظ قلت هنا مريد، طيب اللي بعدها بقى اللي هي الجمله برضو اللي بعدها اللي هي برضو لسه فيها لسه في فعل تاني وهو ايه، ها مؤثر اللي هي كلمه يؤثر دي حولناها هنا لايه يا شباب، مؤثر، مؤثر نفسه بكل خير، يبقى طبعا هنا فين المعمول بقى، المعمول هنا المره دي نفسه واعرابه مفعول به طبعا. ليتك لا الاول بيقول لي اربعه قدم قد بيقول لي قدم طالب تبرق اساريره اسارير وجهه يعني من الفرح، بيقول لي قدم طالب تبرق اسارير وجهه من الفرح، يبقى هنا ها تبرق يعني تلمع يعني، ايوه يبقى قدم طالب بارقه اسارير وجهه من الفرح، بارقه اسارير، مين اللي بارقه؟ الاسارير، تبقى نعربها ايه على طول هنا، هي الاسارير المعمول اعربها فعل، هو ما كانش عايز الاعراب وبكرر، هو عايز بس تحدد المعمول. ليتك تكرم الضيف، يبقى تتحول لايه؟ ها ليتك مكرم الضيف، الحته دي بقى حلوه قوي، لان يمكن قد اللي فوق انتوا كتبتوهم علشان رعايه الثلاثي وغير الثلاثي، لكن تكرم ديت اخاف تكون كتبتها كارم، لا طبعا غلط، ليه؟ لان الماضي من تكرم ايه؟ الماضي من تكرم اكرم، اكرم، خلي بالك مش كرمه، كرمه غلط، ليه؟ عشان بيقولوا كده قاعده جميله، قاعده حلوه جميلة. المضارع المضموم، المضموم اوله اللي هو حرف المضارع يعني، المضارع المضموم اوله يكون ماضي، ماضي ماله ماضي مزيد بايه؟ بحرف الهمزه. يعني ايه ازاي يا استاذ يعني؟ يعني اما اقول بص كده، بص معلش يهدي، بص يهدي المضارع منها الماضي منها ايه؟ الماضي من يهدي، تقول لي اهدى مش هدى، مش هدى، لكن يهدي اللي هي العاديه، بص يهدي اللي هي الكلمه العاديه اللي احنا بنقول يهدي الى كذا، دي الماضي منها ايه؟ ها هدى، يبقى ليه يهدي اهدى؟ عشان حرف المضارع الاولاني مضموم، تمام؟ يبقى لما يكون حرف المضارع مضموم يبقى اكيد الفعل مزيد بحرف، طالما الفعل مزيد بحرف يبقى ميم مضمومه مكسور ما قبلها الاخر، يبقى لما اجي اعملها اقول ليتك ايه؟ مكرم مش كارم. لو جت معاك بالصدفة ماشي، ويا سيدي لو ما جتش معاك بالصدفة، لو جت معاك بالصدفة ماشي، بس تبقى فاهم دلوقتي هي جت ليه، ولو كنت عملتها غلط صححها. يبقى السؤال الأربعة خلي بالك، السؤال الخمسة ده ليتك تكرم ضيفك، هنحولها يبقى ليتك مكرم إيه ضيفك، طبعا هنا مفعول به ضيفك، طبعا هنا ضيفك هنا مفعول به. طيب المسلم يصوم رمضان، رقم ستة المسلم يصوم رمضان، بيقول لي هنا يصوم رمضان، يبقى هنا عشان تبقى قصادها، بس معلش احنا حذفنا ده عشان تبقى قصادها، المسلم صائم رمضان، طبعا هنا المعمول بتاعه اللي هو رمضان مفعول به. أتفيد الرياضة الجسم، تفيد، تفيد، يبقى ها الماضي ايه؟ أفاد، أفاد،
يبقى نقول ايه؟ ها نقول أمفيدة الرياضة الجسم. هنا ملاحظ بقى طبعا اكيد عملت حاجتين هنا، لا لا ده هنا رفعت فاعل ونصبت ايه؟ مفعول به، لان الرياضة فاعل هي اللي هتفيد الجسم ايه؟ مفعول به. المهم خدت بالك جبتها من مضمومة مكسور ما قبل الاخر، لانه كده هيبقى غير ثلاثي. طب يريح، ها يريح الاعصاب، ما يريح الاعصاب الا الاسترخاء. يبقى ها احولها لجمله عاديه اقول ما مريح الاعصاب الا الاسترخاء. خلي بالك لحسن الجمله دي مقلوبه، يعني هتلاقي عندك الاعصاب مفعول به والاسترخاء فاعل. يا ولاد تاني اصل الكلام يريح الاسترخاء الاعصاب، يعني انت لو شلت ما والا وعدلت الجمله هتلاقي مريح الاسترخاء الاعصاب. مين اللي هيريح يعني الاسترخاء؟ هيريح ايه؟ الاعصاب. يبقى دي تقديم وايه كمان؟ وتاخير. فالجملة دي حلوة ليه؟ الجملة دي حلوة ليه؟ عشان فيها اسم فاعل عامل، وعلشان فيها الفاعل بتاعه المفعول به، وكمان فيها تقديم وتأخير. فالطالب اللي جاب الجملة دي صح يبقى طالب يعني ما شاء الله ثلاثي الأبعاد يعني. ما الجملة فيه 3 صعوبات يبقى طالب ثلاثي الأبعاد يعني. أحترم إنسانا يعطي، يعطي بقى أعطى يبقى معطيا، أهي معطيا الحق صاحبه. آه ده دي كمان بقى إيه عملت إيه؟ نصبت مفعولين اللي هو الحق وايه وصاحبه، يعني المفروض معطيا رفعت فاعل مستتر، ونصبت الحق الاولى مفعول به اول، ونصبت صاحبه مفعول به ثاني، لان معطيا تنصب اصلا مفعولين. الفلاح يجني، خلي بالك مش يجني، يجني يجني ديت يبقى هنقول جاني او جان. فاكر احنا كنا قلنا زمان في الاول ايه؟ ها ناهي او ناهن، اللي هي الجمله دي ايه؟ قلنا ناهن او ايه؟ او ناهي. دلوقتي قلنا ايه؟ جاني او جان، اسم منقوص كده بيحذف ياء ويعوض عنها بالتنوين، يبقى الاثنين صح. طب جان هو محصوله، يبقى رفع فاعل مستتر ونصب مفعول به، وهي كلمه يا شباب محصوله. يمكن به في السؤال ده كان بيدربنا على اسم الفاعل، نلاحظ قوي ونخلي بالنا قوي بنجيبه من الثلاثي ولا من غير الثلاثي، يعني بنجيبه على وزن فاعل ولا من مضمومه مكسور ما قبل الاخر. السؤال جيم بيقول لي اتمم الجمل الاتيه بوضع اسم فاعل في المكان الخالي وبين موقعه الاعرابي. يعني هو بصوا هو هنا عايز حاجتين، ان انا احط اسم فاعل ايا كان اسم الفاعل ده بقى براحتك براحتك حسب بقى اهو، كان الاناء الاناء مملوءا، على أباك ماله؟ ها أباك أو حاضر ترفع الخبر، لكن كان العكس. آه يا رب ما تكونوش نسيتوا الكلام ده. ظننت الهلال، ها ظننت الهلال ماله؟ ظننت الهلال مثلا، ها ماله يا سيدي؟ كاملا جدع. وكاملا دي نعربها ايه؟ انتبه الاعراب بقى انتبه. اه مفعول بيه تاني، لان ظن من الافعال اللي تنصب يا شباب، اللي تنصب مفعولين، ظن وحسب وزعم وخاله وعلم ورأى، يبقى دي من الافعال التي تنصب مفعولين. النار في المنازل، النار مالها يا ساتر؟ النار هنا مالها؟ تعال نشوف كده نحط كلمه مناسبه. صفة ماشي، مالها؟ مرفوعة بالضمة، مرفوعة، لأن اللي بعد يسرني بيبقى فاعل. يعني إيه اللي بعد يسرني يا أستاذ؟ يعني لما أقول يعجبني محمد، تسرني السماء، يؤلمني غيابك، يعني اللي بعد الفعل يفعلني ده، اللي جاي بعد الفعل يفعلني بيبقى فاعل، وبالتالي النعت اللي هو منتبه ديت، انتبه انت بقى ان النعت هنا يبقى ماله مرفوع، لان انا اخشى ان الطلاب تكون عملت التلميذ مفعول به. يحسبها ازاي؟ اسمع يحسبها ازاي؟ يقول لك يسرني انا التلميذ، يبقى انا فاعل والتلميذ مفعول به. لا بالعكس، ده التلميذ هو اللي سرني، هو اللي عمل فعل السرور، يعني انا مش مؤثر، انا يبقى ايه يا شباب؟ فاعل. وانت استحمام